من الفوارق المهمة بين المؤسسة والشركة هي الالتزامات المالية، وزي ما شفنا في فيديو التأسيس لا تتمتع المؤسسة بشخصية مستقلة، وبالتالي التزاماتها المالية لا تنفصل عن أموال مالكها. وفي حال صارت خسائر قد تصل هذه الالتزامات إلى ممتلكات المؤسس الشخصية المستقلة عن المؤسسة، مثل البيت والسيارة والعقارات في بعض الأحوال. أما الشركات تقتصر الالتزامات المالية فيها بحدود حصة الشريك في رأس مال الشركة وما تتعداها في حال صارت خسائر. ولازم تعرف أن الشركة منفصلة تماماً عن أصحابها قانونياً ومالياً، ما عدا الشركات التضامنية فإن التزاماتها المالية قد تمتد لممتلكات الشركاء في حال الخسائر، بشرط أن يتم التنفيذ على موجودات الشركة أولاً. والآن بعد ما عرفت الفرق تقدر تأسس شركتك بسهولة عبر com.cr.sa.